لطالما تساءل الكثيرون عن مصير بياناتهم الشخصية على الإنترنت في حال وفاتهم. جوجل خرجت بحل سيسمح لمستخدمي خدماتها أن يحذفوا هذه البيانات بعد فترة زمنية محددة أو تمريرها إلى أشخاص معينين. قالت الشركة إن هذه الخاصية الجديدة قد تتيح للمستخدمين تخطيط سجل حياتهم الإلكتروني بعد الموت بطريقة تحمي الخصوصية. We've gotten a lot of questions from our users about that. We've gotten questions from family members. تلقينا أسئلة كثيرة من المستخدمين ومن أشخاص فقدوا عزيزا لهم حول هذا الموضوع. كل ما عليك القيام به هو التوجه إلى صفحة الإعدادات وإخبارنا بوضوح ماذا تريد منا أن نفعل إذا توفيت أو إذا انقطعت عن حسابك الشخصي فترة طويلة لسبب من الأسباب. Or if your account goes inactive for any other reason. يمكن للمستخدمين أن يختاروا حذف معلوماتهم بعد 3 أو 6 أو 9 أشهر وحتى 12 شهرا من عدم نشاطهم على الإنترنت. جوجل تقول إنها سترسل رسالة نصية إلى هاتف المستخدم أو رسالة إلكترونية إلى بريده الثاني لتحذيره قبل قيامها بأي فعل في هذا الصدد. في السابق حاولت شركات أخرى التعامل مع القضايا التي ترتبط بسجل المرء الإلكتروني بعد وفاته، إلا أن أقدام جوجل على تطبيق هذه الخصائص يعطيها حق الريادة في هذا المجال.